بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم ضمن منافسات هذا السباق المحلي الرابع، وهذا السباق المحلي الذي تتخلله تسعيرة هجن الشحانية والجوائز الرموز الكؤوس والجوائز العينية القيمة السيارات والجوائز النقدية المليونية والجوائز النقدية القيمة. نبارك لكل الفائزين في الأيام الماضية في سن الحقائق، وندشن في هذا اليوم سن اللقايا والأشواط القوية، وستكون على فترتين مخصص هذا اليوم الخميس 7 نوفمبر لعام 2024 مخصصة لسن اللقايا على فترتين الصباحية والمسائية، وهكذا ينطلق على الهواء مباشرة شوط اللقايا البكار الرئيسي للفترة الصباحية. جائزة عينية قيمة رصدت للفائزة بالمركز الأول عبارة عن سيارة نيسان ستيشن اكس اي، بانتظار الفائزة بالمركز الأول في هذا الشوط الرئيسي. ومن المركز الثاني وحتى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة، نتمنى التوفيق للجميع. كما ستنطلق في تمام الساعة 1:30 من بعد ظهر هذا اليوم أشواط الكؤوس والأشواط المليونية والرموز، نتمنى التوفيق للجميع. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول وتحتل الصدارة على الهواء مباشرة، هناك حال لطرشوم بن صالح بن طرشوم العامري على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. ننتقل للمركز الثاني اللي معها جنبا إلى جنب ناصية سيف بن سلطان بن حمد الشامسي، تحتل المركز الثاني، بينما النقلة التالية إلى المركز الثالث وصلت حربة صالح بن راشد بن صالح الدعباء على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تتسلل إلى المركز الرابع وتصل ند لمحمد بن ناصر بن سعيد العيدة على المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس يا أبو حمد، ناخذ المركز الخامس، تصل صيته ناصر بن محمد بن ناصر البطحة. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى، وشعار البريدي يتسلل في هذا النداء يصل إلى المركز الرابع. تصل صدى حمد بن جار الله بن حسين البريدي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى، نيسان باترول ستيشن اكس اي بانتظار بطلة من هذه الأبطال، بانتظار أيضا شعار من هذه الشعارات في هذه الرياضة وفي هذا الشوط الذي لا يقبل القسمة على اثنين. هناك زملائي علي أبو شارب ومحمد بن خزينة وقناة الريان التي سخرت إمكانياتها لخدمة هذا الموروث، هناك على خط النهاية فوتو فينش لفرز المراكز، إذن لا بد من فائز واحد، نتمنى لهم جميعا التوفيق. نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، وهذا التسلل والاختراق من العمق، أول نداء لسحابة محمد بن جار الله بن ضرمان، تخترق حاجز الصوت وتخترق حاجز البكار وتتسلل إلى المركز الأول. بن ضرمان شاهدنا يختطف شوط القعدان في الفترة الصباحية مع شاهين، وهذا الشعار يعود أيضا في هذا اليوم في الشوط الرئيسي. يبغي النيسان، يبغي النيسان يا أبو سعد بن ضرمان، الله يوفقه إن شاء الله، الله يوفقه ويوفق كل المشاركين. يطمح للنيسان بترول ستيشن جائزة قيمة وسيارة بالانتظار، لمن من هذه البكار الأقرب والأقرب للموتر حتى هذه اللحظات شعار بن ضرمان. المركز الثاني اكحال لطرشوم بن صالح بن طرشوم العامري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يا سلام وصلت الوارية، وصلت الوارية علي بن راشد بن مسلم العمري من سلطنة عمان الشقيقة. أهلا وسهلا بالأشقاء جميعا
العانين من كل الميادين الخليجية. مرحبا بكل المشاركين، حللتم أهلا ووطأتم سهلا ضيوفنا الكرام. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت غير، وصلت غير جابر بن فرج بن دلموك في أول نداء، تسللت إلى المركز الثالث وعليها ترشيحات تثقل أيضا كهلا في هذا الشوط، صبت عليها الترشيحات بكرة بن دلموك اللي تحتل المركز الثالث. المركز الخامس، المركز الرابع عند العمري، والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه ناصية سيف بن سلطان الشامسي على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم. العودة إلى شعار بن ضرمان على المركز الأول، محمد بن جار الله بن ضرمان مع سحابة، ولكن غيرت غير 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 غير، تسللت غير وانطلقت غير إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة. غير تعود ملكيتها لجابر بن فرج بن دلموك بمتابعة علي بن فرج بن دلموك وأيضا محمد بن فرج بن دلموك وحمد بن فرج بن دلموك، كلهم كل الشباب يتابعونها يقفون خلف تضميرها 1500 متر عن خط النهاية ومتابعة علي بن فرج بن دلموك الشاب الطموح والأنيق يتابع غير غير في هذا الشوط اللي غير. المركز الثاني تحركت سحابة، محمد بن جار الله بن ضرمان أحد الأسماء القوية في الأشواط الرئيسية، طرشوم بن صالح العامري مع المركز الثالث مع كحال. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات وبدأت بالتسلل هنا ناصية سيف بن سلطان الشامسي. نعود إلى مقدمة الشوط إلى الكيلو متر الأخير يا بن دلموك، الكيلو المتر الأخير، حكم أعصابك يا أخوي. نيسان بترول ستيشن عند خط النهاية والسويك يلمع والعيون تدمع يا بن دلموك. اللحظات الحاسمة، اللحظات والعد التنازلي لمعرفة بطلة الشوط، شوط اللقاية الرئيسي في الفترة الصباحية، حتى هذه اللحظات مع بن دلموك، حتى هذه اللحظات مع المرشحة في هذا الشوط. وغير غير بالفعل اسم على مسمى، حتى هذه اللحظات وهي غير وهي فارقة على المشاركات. المركز ايضا وصول وانطلاق من دمعة مطحس بن محمد بن عبد الله العرجاني، تصل وتفاجئنا بهذا الانطلاق ووصلت المسك قاسم دافود، ولكن نعود الى غير. روح يا بن دلموك، روح انطلق يا بن دلموك، اطلق لها العنان، ولكن دمعة دمعة مطحس بن محمد بن عبد الله العرجاني تصل وتتسلل دمعة. الله يا سلام يا سلام يا سلام، دمعة 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 غادرت بالنيسان بترول ستيشن، دمعة فرح في هذه اللحظات طارت بالنيسان، تفاجئنا في الأمتار الأخيرة، ولكن عادت غير، عادت غير بن دلموك بن دلموك، ولكن مطحس، ولكن مطحس، دمعة وغير دمعة وغير، ولكن دمعة 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 مرت مرور الكرام إلى النيسان بترول ستيشن. سلام مطحس، سلام سلام مطحس، سلام مطحس بن محمد العرجاني، يا سلام. تنتزع النيسان بترول ستيشن والشوط الأول الرئيسي، سلام لمطحس، سلام مطحس بن محمد بن عبد الله العرجاني، تهانينا والناموس نزفها على الهواء مباشرة لمالك دمعة مطحس بن محمد بن عبد الله العرجاني، من خطفت سيارة هذا الشوط وناموسه، تهانينا والناموس، ألف مبروك لمالك دمعة مطحس بن محمد بن عبد الله العرجاني. المركز الثاني، المركز الثاني غير جابر بن فرج بن دلموك. المركز الثالث، المركز الثالث كحال طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري. والمركز الرابع، المركز الرابع سحابة محمد بن جار الله بن ضرمان. والمركز الخامس، المركز الخامس المسك لقاسيم دافود. إذن هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، جوائزنا إلى العشرة المراكز الأولى، تهانينا والناموس لكل الفائزين، بقية المراكز اتركها للجنة خط النهاية. وهذا هو ملخص الشوط الأول الرئيسي. إذن دمعة تفاجئنا في الأمتار الأخيرة وتنتزع النيسان بترول ستيشن والشوط الرئيسي في صباح هذا اليوم، 7 دقائق و38 ثانية
جزء واحد من الثاني. التهاني والناموس لمطحس بمحمد العرجاني. تهانينا والناموس بو محمد، تستاهل الناموس، ألف مبروك. المركز الثاني غير ما قصرت، كانت كما يقال قاب قوسين يا ودنا يا أبو فرج، قطعت المسافة في 7:39 52 جزء من الثاني. التهاني والناموس لجابر بن فرج بن دلموك، وتهانينا لعلي بن فرج ومحمد، تهانينا والناموس وحمد بن فرج. المركز الثالث اللي وصلت فيه وصالح بن فرج يستاهلون. المركز الثالث اللي وصلت كحال، قطعت المسافة في 7:44 أربعة أجزاء من الثاني. التهاني والناموس لطرشوم بصالح بن طرشوم العامري، شعار بن ضرمان على المركز الرابع سحابة. والمركز الخامس مع مخرجنا العزيز المسك لقاسيم دافود. تهانينا والناموس لكل الفائزين.